يا ست ولا عشان عامله ايه ازيك طيب سوري يا حبيبي ربنا يكرمك رايحه فين رايحه فين انا رايحه شغلي هنا تعالي نوصلك تعالي نوصلك بس ربنا يكرمك ادخلي ادخلي اركب اركب هنوصلك مطرح ما نوصلك يا نهار ابيض يا اهلا ازيك يا ست الكل ربنا يكرمك ويخليك عامله ايه كله تمام لحظه فرحانه قوي والله ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك امسك البسي ده عشان ما يزعلناش الحكومه انا لابسه حبيبي انا لابسه ربنا يكرمك يبارك لك عامله ايه اسمك ايه يا ست الكل اسمك ايه يا ست الكل يا ستي ربنا يكرمك احنا اللي سعداء ربنا يخليك يا دكتور مبروك قال لي اقف هنا فرح قلبك ربنا انت فرحتينا انك فرحت بينا والله ده انا مفروض اقول لك والله العظيم كل يوم ما بروح للشغل اقعد اسمعك والله يا النبي ادعي لي استرها معايا واهدي لي ابني اللهم امين يا رب ادعي لي ربنا مش مزعلني بس هي الدنيا ايه الحمد لله الحمد لله على كل شيء نحن ربنا ايه الحمد ولا من ناحيه البيت اللي عايز يتجوز ولا اتجوز ايوه والنبي الله يبارك لك إيه الحمد لله الحمد لله انا احساسي ده خلاص يا سيدي اسمك ايه؟ اسمي عزيز ام سامي ازيك يا ست عزيز كيس لو انت بتصور؟ ها؟ بتصور؟ اه بنصور اه تطلع في التلفزيون مسامح الله يبارك لك ازيك يا مسامح ربنا يخليك تمام الحمد لله الحمد لله الحمد لله اهو احسن واحد يدعي لك اهو بقى ايوه انت قولي له احكي له انا بس الطلبه يسترها معايا ربنا ويهدوني يا رب اللهم امين ايوه النبي ايوه النبي يا ربنا يهديك يا سامح يا ابن عزيزه والنبي يا ربنا يخليك الحمد لله الحمد لله يا رب على كل شيء الحمد لله ومعدين انا بطبخ على فكره يا سلام انا طباخه والله رحت الناس واحد هنا الناس هنا طب بقول لك ايه بقول لك ايه ما تيجي تطبخي معانا في الاستوديو نازلين نشوف الناس لا ونفطر عنده يا استاذ شريف اه نيجي نفطر عندك بكره وراجل محترم ده تتنوروني ربنا يكرمك والله تنوروني بس مش هنقول له احنا عايزين نفطر ايه لان الجوده بالموجوده لا مش موضوع تفطر ايه هو هو احنا شبابنا الكرم فاحنا لما في البيت اما اجي اكل اكل اي حاجه لكن لما يجي لي ضيف اعمل احسن حاجه هتعمل ايه احسن حاجه اللي يعني مثلا ايه عايزين حمام بالرز ايه عايزين حمام بالرز ده يجي لك من احسن حته ها يجي لك من احسن مكان يا سلام اه والله وما تعملش في البيت ليه لا عندي المداب في الاكل بقى. مش قوي الموضوع بقى ما انا ايه اصل انا صريح بس حلو قوي استنى عشان نربط هنا ثلاث ثواني يعني هي مش قوي في كده وعلى قلبك زي العسل واللي كنت تتمنى يكون معاك واحد عفريت ابن الحمام ابو فريك وابو رز لا هو 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 سبحان الله تعالى أيوة. انا انا اكيل اه ايوه فوالدتي الله يرحمها كانت بتعمل كل حاجه فخدت على الاكل فلما اتجوزت ضربت فالحمد لله بقول من كرم ربنا عليا ان اداني واحده في الاكل عشان عشان الصحه لو كده كنت خلاص كنت مت بقى يا نهار ابيض يعني انت بقيت مبسوط ان انت طبعا طبعا ورقم ورقمي تديه للدكتور عطيه عشان لو محتاج مني اي حاجه لاي حد يا دكتور عطيه اي حد يعني انا دي الخدمه اللي هطلبها من حضرتك اي حد محتاج تمريض مش قادر يدفع اي تكلفه اي حاجه هتتعمل في قلب البيت عنده انا اقدر اعملها له والله انا بدور فعلا على اي حاجه زي كده الله يسترك بس فانا طبعا انا يعني دي حاجه تخليني ان انا ابقى مبسوطه ربنا يكرمك وهيحصل بس ان شاء الله ورقمي برضو يبقى مع حضرتك لو محتاج اي تمريض بأي حاجة أنا مع حضرتك في أي وقت شكرا جزيلا شكرا يا فندم شكرا جزيلا شرطين ربنا يخليلك ولادك وأكسنا مع طيبة وسلامنا لزوجك شرطين ربنا قوي فوربك ربنا يبقى إكلك مع السلامة السلام اه ثانية واحدة هديت الولاد لا يا فندم لا 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 ده كل الركاب بيركبوا معانا دي هديت الولاد بقى من ام بي سي مصر ومن الدكتور مبروك عطية تسلم يا فندم تسلم مع السلامة على مع السلامة بتقول لك انا هي عايزه تعمل خدمه وتمريض للناس اللي محتاج وهي جوزها بيدور على الرزق اه يا شيخ بتقول هي حاجه بتدور عليها سبحان الله داخلين على نص رمضان اهو اخبار الشهر الكريم معاك ايه الحمد لله رب العالمين لغايه لما في لا في مقوله جميله ايوه انا كنت دايما اقول ما تطولوش فيها قوي اللي هي لو علمت الامه ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنه كلها رمضان لان ربنا قال عليه اياما معدودات
صحيح. فانت تفرح لما ينتهي، مش تتمنى ان هو يفضل معاك سنه ولا العمر كله رمضان. مش لا ده انا لما بفرح ان هو انا بفرح انه خلص على خير. ده لما بقول لهم يا جماعه انا تعبت بقى بيقولوا لي ايه يا عم انت، ما عايزين رمضان يستنى السنه كلها. يا لا عايز، وبعدين يعني هو ده ليس بامانيين طبعا. هو حلاوته هو في وقته. انا طبعا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. رايحين فين؟ ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. رايحين فين؟ احنا رايحين الامرانيه. طب يلا خش تعال، بس هتركب جنبي ازاي بقى؟ دكتور مبروك. ازي حضرتك؟ الله يسترك، الله يسترك. تعالي يا ست الكل. تعالي يا حماده. انت بتقولي لي بقول لك محمد الكبير ولا الصغير؟ قلت لي ده وحداني الوحيد. يعني استني استنيني بسألك على ثلاث اربع بنات، قلت لي بنت. ازاي تقولي عليه لوحده اللي عندي وتجاهلت البنت ليه؟ لا ما قلتيش ليه ده هو مع اخته او هو الكبير واخته الصغيره. البنات مكروهه كده. انا حاسبه ان الواد هو وحداني. ايوه كده. والبنت كانها مش موجوده. والبنت اسمها ايه؟ سلمى. سلمى يا حبيبتي ربنا يخليها لك. والبنت يعني كانها مش موجوده؟ لا موجوده. هي كبيره ولا محمد الكبير؟ هي الكبيره. انا بسال محمد انت بتصوم؟ قال لي امال احنا صغيرين. عجبني في الكلمه دي قوي. ماشي يا محمد. وبتصلي يا واد؟ بصلي الحمد لله. بس في رمضان اللي هو عشان ما نكذبش. ايوه ساعات فروض وفروض لا. طب احنا نحافظ يا حبيبي. تعالي خش. اتفضلي يا ست الكل اتفضلي. خش يا كاب. رايحه فين؟ رايحه القصر العيني. بنتي معكوزه هناك. رايحه القصر العيني. ربنا يشفيها لك ويطمنك عليها يا رب. عندها ايه؟ عندها تمدد رئوي على الرئتين بتاعتها. عندها كم سنه؟ عندها 18. ربنا يشفيها لك ويطمنك عليها. ربنا يا رب يشفيها ويعافيها. اسمك يا ست الكل؟ اسمي ام احمد. منين يا ام احمد؟ انا من الهرم. من الهرم. وابوها فين يا ام احمد؟ والله ابوها تعبان شويه كده الحمد لله. موجود يعني؟ موجود بس عم ولا سابنا ومشي؟ لا موجود ان شاء الله. طب الحمد لله. معك غيرها؟ معايا اربعه غير. بنات؟ بنتين وولدين. ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يبارك لك فيهم. والولدين كويسين؟ في المدارس في ابتدائي الحمد لله. والبنتين حلوين؟ الحمد لله.